إن شاء الله تبارك وتعالى معنا الأستاذ عماد من المنوفية. تفضل يا أستاذ عماد. أستاذ عماد من المنوفية، تفضل يا مرحب. أهل المنوفية، أهلا يا مرحبا. يا مرحب الأستاذ عماد من المنوفية، يا مرحب بأهل المنوفية جميعا، تفضل. ما حكم الدين في نكاح الدبر؟ من ايه؟ حكم الدين؟ ما حكم الدين في نكاح الدبر؟ نكاح الدبر، عيني. حاضر حاضر يا أستاذ عماد، شكرا على سؤال حضرتك. نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم، وأن شئتم المقصود بها أن يأتي الإنسان في موضع الحرص وهو في الفرج. أما نكاح المرأة في الدبر فهذا محرم ومكروه، يعني لابد الإنسان، بعض العلماء وصلها للتحريم والبعض الآخر وصلها للكراهية، وخاصة إنه هو أن ينزل منيه في دبر المرأة، فهذا أمر منهي عنه. لذلك النساء، فنساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم، وقدموا لأنفسكم. ومعنى التقديم هي المداعبة، أن يجعل هناك الزوج مع زوجته رسول للمودة والمحبة فيما بين الزوجين بعضهم إلى بعض، وإلى أن تكون العلاقة علاقة حميمة ما بين الزوجين بعضهم البعض، قائمة على المحبة والمودة والوفاق. ليس المقصود بها أمر شهواني أو أمر بهيمي، وإنما المقصود منها هي إقامة حدود الله تبارك وتعالى، وتهذيب الشهوة والفطرة التي جعلها الله تبارك وتعالى في الإنسان، ومتع الله تبارك وتعالى الإنسان بها. لذلك لا يجوز نكاح المرأة في الدبر ولا في الحيض، ويحرم كذلك في الحيض أن يجامع الرجل زوجته في الحيض، فهذا أمر منهي عنه وهو في مقابل الحرام. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.